هلا الحديث كله عن المونديال، فرق عم تظهر وفرق عم بتكمل، نفس الشيء مثل باللوتو اللبناني، ناس بتخسر وناس بتربح، ولكن الفرق عنا انه نحن بعدنا مكملين ورح نكمل على مدار السنين ومكملين مع اللوتو ومع الجوائز، الا ما يجي نهار وكل الاشخاص اللي عم بياخذوا شبكات لوتو يوصل الدور لعندهم ويكون توقيتهم ويربحوا معنا، يعني لازم يضل في عندكم امل انه الا ما يجي نهار وتربحوا معنا وتربحوا الجوائز الكبيره يلي بتقدم لكم اياها للي بنزجوا كل نهار تنين وخميس. بالنسبه للجوائز اللي ناطرتكم بهيدا السحب مرتبه اولى الليله حوالي المليار و224 مليون ليره، حلوه هيدا الجائزه، يعني تقريبا عم نحكي ب 800,000 دولار. المرتبه الثانيه تراكم لحاله 161 مليون ليره، الجائزه يعني بتكون اكثر من 250 مليون ليره، كمان حلوه المرتبه الثانيه، وزيد لكل الاشخاص اللي اخذين شبكه زيد ومشتركين بسحب الليله ودافعين 1000 ليره زياده على شبكتهم الليله حوالي 50 مليون ليره. بذكركم برقم السحب 1626 لليله الخميس 28 حزيران 2018. اذا جود لك للجميع، وقبل ما نبلش ونشوف شو معقول تختار المكنه من ست طابات اساسيه مع طابه سبعه اضافيه مثل العاده، بدنا نرحب اكيد بعضو لجنه الرقابه ومندوبه وزاره الماليه على الاعمال وصحبه اللوتو اللي دائما موجوده معنا. اهلا وسهلا فيك مدام تراز مسلم. اهلا وسهلا فيك تاني. اذا نحن معكم مباشره على الهواء من استديوهاتنا بأدما، وخلينا ننتقل دغري الى مكنه اللوتو لنشوف شو هن طابات الليله يلي رح تختارهم المكنه، واكيد باخر الحلقه نعرف اذا الليله في عنا رابح او اكثر، ملياردير او اكثر مع اللوتو اللبناني. واول طابه رقمها 23. الطابه الثانيه 22. الطابه الثالثه 39. الطابة الرابعة 35. الطابة الخامسة 33. الطابة السادسة للمرتبة الأولى رقم 10. والطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية رقم 4. المكنة اختارت الطابات السبعة يلي حال تكستون ست طن للمرتبة الأولى بتربحوا أكيد جائزة قيمتها حوالي المليار و224 مليون ليرة، طابة السابعة الإضافية بتخولكم تربحوا المرتبة الثانية اللي رح بتكون حوالي ال 250 مليون ليرة، جوائز عم تتراكم، صار لها فترة جوائز اللوتو ما عم تنربح، فبتمنى الليلة بآخر السحب يكون في عنا أكيد رابح أو أكثر، أكيد كل التفاصيل بتكون بعد شوي. خلونا هلا ننتقل أنا وياكم للعبة الثانية، نشوف المكنة شو رح تختار من خمس طابات للعبة زيد يلي الليلة كمان المرتبة الأولى حلوة 50 مليون ليرة، ما بيشكو من شيء لأنه عم تكونوا دافعين 1000 ليرة لهيدي اللعبة. أول طابة رقمها 3. 1. عم نرجع لورا بالأرقام 9 8. بعد عندنا طابة واحدة وبيكون اكتمل رقم زيد 1. 18913 1 8 9 1 3. خلصنا السحبين، ما كانت زيد اختارت الارقام، ما كانت لوتو اختارت الارقام، انتم هلا اكيد بالبيت عم بتشوفوا وتشيكوا على شبكاتكم، بتمنى انه تكونوا يعني متكسين ومنمرين اكثر من شبكه لتكونوا معلين فرصكم بالربح. على كل حال نحن هلا كل فريق العمل رح ناخذ بريك صغير لحتى نجمع المعلومات ونشوف اذا في عنا رابحين او لا. بريك صغير وبنرجع لكم اليوم.
my weaknesses, my strengths. But this, I had to keep to myself. Call me selfish, but I say some pleasures are best shared alone. Ice cream bars from Danway Iceberg, the moment I love. Mama? شعري بحالي بسي مين ما تعمل؟ كارفور لوين؟ عكس الروان كارفور وصل عكس الروان next to you. Then we gotta get him out. Showtime. No, it's bad to be back. في هذا العدد من مجلات لها داليا البحيري المرأة العربية مظلومة النائب في البرلمان اللبناني رولاطة بالجارودي لست مع الكوتا ولكن حملة ترفع شعاراً لا للختان Style Your Accessories حقائب وأحذية ونظارات لصيف أنيق صفحات غنية من الجمال والأزياء والفن والمطبخ وأصبح للمرأة العربية مجلة Beirut Holidays Festival presents Michel Fadel meets the Gypsy Kings in one of the best Latin Oriental fusion nights to hit Lebanon this summer. Gypsy Kings featuring Andre Reyes and Michel Fadel. Live on the 7th of August at Beirut Waterfront. On sera à Beyrouth le 7 août avec André Reyes featuring Gypsy Kings. Beirut Holidays Waterfront. So you want a Sicario? Take him out! Adios. Who's gonna help us start a war? With who? Everyone. Sicario, Day of the Soldado. أكيد بدك الأفضل لبشرتك كل يوم وخاصة بالمناسبات بس أنكم البشرة المثالية اللي بتلمع بحاجة لوقت ومجهود بصراحة لا فإذا ليه بتستعمل سكر بدل فيت أكيد ما بدك السكر يلي بيلزق وبيدوب ولا بدك تقضي ساعات طويلة لتحضري حالك قبل السهرة يلي بدك إياه هو حل من مرة واحدة يعطيكي بشرة كلها لمعانه مثل الحرير وأهم شيء بلا أي مجهود وهيدا يلي أنا بدي إياه كرمال هيك أي فيت جانا معكم لحتى نتابع اللوتو أكيد هلأ صار وقت نعرف النتائج كلنا عبالنا نعرف إذا في حدا أو أكثر أو معنا حدا الليلة بالمرتبة الأولى باللوتو ومرتبة تانية كمان لأنه عالية قبل بدنا نتأكد من الأرقام مع مدام سلم إليك تفضلي صاحب لوتو رقم 1626 لليوم الخميس 28 حزيران 2018 الطابات الست الأساسية 23 22 39 35 33 10 والطابة السابعة الإضافية 4 هو الأرقام إذن يلي اخترتهم ما كانت اللوتو تأكدنا منهم خلونا نشوف أنا وياكم التابلو ونشوف شو وضع المراتب الأولى والثانية أهم شيء
مرتبة أولى للأسف في عنا حدا بالمرتبة الأولى ولا حتى بالمرتبة الثانية، إنما المرتبة الثالثة في عنا 18 شبكة بالمرتبة الثالثة وكل حدا منهم بيربح حوالي 1,900,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 937 شبكة، كل شبكة منهم تربح 56,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة في عنا 16,129 شبكة، كل شبكة منهم تربح 8,000 ليرة. ألف مبروك للجميع. للأسف ما في عنا حدا لا بالمرتبة الأولى ولا بالمرتبة الثانية، ولكن بطبيعة الحال رح تتراكم الجائزة وتزيد لنهار الثاني. خلونا ننتقل لزيد ونتأكد من الأرقام مع مدام سلم. تفضلي. صاحب زيد رقم 1,626 تاريخ 28/6/2018. الرقم الرابح 18,913. هيدا الرقم الرابح، الرقم يلي اخترته ما كانت زيد لسحب الليلة. خلونا نشوف أنا وياكم التابلو إذا في عنا حدا إيه أم لا. مرتبة أولى، واو شو حلو خايف. بالمرتبة الأولى في عنا 3 أوراق بيربحوا بالمرتبة الأولى، وبطبيعة الحال رح يتقسموا المبلغ الكبير أو الجائزة الكبيرة، كل حدا منهم بيربح حوالي 16,900,000 ليرة. الورقة يلي بتنتهي بالرقم أو كل ورقة بتنتهي ب 8913 بتربح 450,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 913 بتربح 45,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 13 بتربح 4,000 ليرة. ألف مبروك للجميع بزيد. خلونا نعرف من وين نربحوا هالثلاث شبكات. مكتب رقم 1108 من وين؟ من محل كلاس بمارليس. الورقة الثانية من محل 1708 من وين؟ من أفنتي عرية. ألف مبروك. والورقة الثالثة من مكتب رقم 2418 من وين؟ من زهرة الجنوب بالضاحية. تمام، إذا ألف مبروك لهالثلاث شبكات. المبلغ حوالي 17,000,000 ليرة ربحتوه بألف ليرة. تكستوا ورقة لوتو 2,000 ليرة، زدتوا عليها 1,000 ليرة بيزيد وربحتوا حوالي 17,000,000 ليرة. ألف مبروك، إن شاء الله يا رب تتهنوا بهالمبلغ يلي ربحتوه من لاليبانيز دي جو. رح نرجع لعندك مدام سلم لو سمحت. تأكدينا خلص، تأكدنا من كل شيء اليوم. بدي بس تعطينا فكرة عن جوائز نهار التنين. تفضلي. بالنسبة للأولى رح تكون بالمليار و400 مليون. خي شو حلو. نعم. قربنا على المليون دولار. اي تقريبا. تقريبا. مرتبة تانية من ربحت اليوم بتكون فوق 300 مليون إذا الله رأي. يعني فوق ال 200,000 دولار. مزبوط. كمان حلوة الجائزة التانية. وزيد بتكون سبيسيال 75 مليون. واو شو حلوين جوائز اللوتو. إذا نهار التنين ما إلكم غير التاكسو وين ما بتحبوا بكل مراكز اللي بنزل جوية اللي موجودين بكل الأراضي اللي أو على الأبليكيشن الجديدة أو على 10/20. وباي باي. لك ما تأجل، تأجل نرجع تقول له لبيها. خذ قرارك اليوم وما تخلي بكره يضل لبكره. فرنسا بنك، الغد يبدأ الآن.